كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. حنا اليوم كيف ما كتشوفوا في هاد الضيعه ديال الصبار، هذا اللي تغرس من بعد المجيء ديال السيد الوزير وعطى الانطلاقه ديال العمليه ديال الغرس. العمليه اللي شملات كشطر اول حوالي 500 هكتار من نبته الصبار. كيف ما كتشوفوا لله الحمد الامور غاديه بخير وعلى خير، والمقاول يعني غادي باحسن الظروف. كانت عنده دابا حاليا جوج ديال السقيات، وكاينه عمليه الحراسه يعني كتشمل جوج ديال لي زون، منهم المنطقه اللي حنا فيها حارس، والمنطقه ديال الدزوز فيها حارس اخر. والحمد لله الامور كلها غاديه بخير، والفلاحه تشجعوا مزيان من بعد ما شافوا عمليه ديال الغرس وشافوا يعني الجوده ديال العمل اللي كتقوم به وزاره الفلاحه في هذا الصداد. يعني كانت الحفر بالآليات، وكانت العملية ديال السقي رغم الإكراهات اللي عرف المقاول فكانت العملية جيدة وتمت بنجاح رغم الظروف المناخية اللي كانت دازت هذا العام صعيبة. وكل شيء انتم كتشوفوا فيه والحمد لله. والحمد لله كيف ما كتلاحظوا فالنبتة ديال الصبار فهي هاد النبتة مقاومة للحشرة القرمزية اللي عرفت واحد الضرر كبير الحقول ديالنا في المغرب بصفة عامة وعلى صعيد دول أخرى. فهنا 8 ديال الأنواع اللي كانت نتيجة ديال الأبحاث ديال المعهد الوطني للبحث الزراعي، الحمد لله كانت نتائج في المستوى. وخير دليل هاد الأنواع اللي غرسوا عندنا حنا هنا 7 ديال الأنواع من أصل 8 كلها كانت الحمد لله سليمة. ورغم يعني الحشرة كانت باقة عندنا احنا في المحاصيل القديمة، كانت عمدوا باش نحطوها قريبة من هاد الأنواع الجديدة وما كانش النتيجة سلبية والحمد لله.